السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكم. درس جديد بعنوان تعلم رسم المناظر الطبيعية بسر واحد يجعلك محترف. في البداية شتوا الطلاء ديال السماء، اللون الأزرق، ولاحظوا درجة اللون الأزرق، وممكن نضيفوا درجة أخرى للون الأزرق على حساب قوة ألوان المنظر اللي كنرسموا فيه. أنا اكتفيت بهذه الدرجة خفيفة ومقبولة، درجت اللون لتحت بتخفيف اللون الأزرق وإضافة اللون الأبيض. ولاحظوا الدرجة كيفاش ولت الآن بفرشاة عريضة دائما، لأن المساحة عندي في الحائط كبيرة. الآن غادي نخطط المنظر الطبيعي ديالي، الجبل في خط الأفق مباشرة، ثم التلال اللي غتكون معشوشبة تحت الجبل مباشرة، وندير تلال أخرى وحشائش ومروج وطريق، منظر طبيعي متنوع. نبدأ باللون البرتقالي، لاحظوا درجة اللون البرتقالي والإدماج ديال اللون البرتقالي. دائما لونين، اللون الأحمر والأصفر. كنضيف هنا اللون الأبيض باش نخفف الدرجة، لأنني أحتاج لون برتقالي خفيف غيكون في السحب. لاحظوا طريقة رسم السحب بالفرشاة، وكيفاش كنحاول ندور الفرشاة باش نصنع الموتيف ديال السحب. ولاحظوا الدرجة ديال اللون دائما، وحتى المساحة اللي درت فيها اللون ديال السحب، سحب متطايرة في السماء ومحدودة أو محددة. ثم ندير سحب طويلة بنفس اللون، نحاول ننوع الشكل فقط ونوزعها في كاع المنطقة ديال اللون الأزرق. لاحظوا الضربات وكيفاش كندور الفرشاة باش نصنع الموتيف، لأن الصباغة ملي غتنشف غتعطيني موتيف ديال السحب كيف ما كتشوفوا. وهذه هي نتيجة العملية ديال التدوير ديال الفرشاة. الفرشاة كتخلي دائما الموتيف ديال الشكل. غنعطي الآن اللون البنفسجي على الجهة اليمنى بالنسبة للسحب. ولاحظوا كيفاش كندخل اللون البنفسجي، واللون البنفسجي راني ضفت عليه البرتقالي باش عطاه الدرجة. ناخذ دائما طبقة من طبقة. شوفوا كيفاش نساجم اللون البنفسجي مع البرتقالي والتدمج. ضروري نخلي واحد النسبة ديال اللون البرتقالي على الجوانب، ثم نعطي إضاءة باللون الأبيض والأصفر على أقصى اليسار بالنسبة للحجم ديال السحب اللي في اليمين. ولاحظوا الضربات ديال الفرشاة وكيفاش كنحدد اللون باش يعطيني إضاءة للسحب بالفرشاة. ونحاول دائما ندخل الفرشاة بالضربات. لاحظوا هذا اللون كيفاش كيشكل لي السحب وكيعطي لمسة ضوئية للسحب. نحاول نكرر عملية الإدماج. لاحظوا اللون مني كيتدمج كيفاش كيعطي تدرج لوني مع اللون البرتقالي والبنفسجي، كيكونوا كوكتيل جميل ورائع. كتبان الإضاءة ويبان اللون البنفسجي في البرتقالي، ويبان البرتقالي كذلك. بالتالي كنحصل على شكل ديال سحب في السماء رائعة. واللي غيبين هذا المنظر هو لما نبدأ نلون في العناصر الأخرى اللي هي الجبل والتلال. الآن غندخل تلوين الجبل. لاحظوا اللون البنفسجي والأزرق والأسود أعطوني درجة رائعة للجبل. نحاول ندير الطلاء ديالي بكل سهولة ونتبع الخطوط اللي خططت في رسم الجبل. ما نفوتش الخطوط المحددة للون باش نمشي مضبوط في العمل ديالي وبكل سهولة نكمل الدرجة الأولى. الآن غادي نحاول ندرج اللون ديال الجبل بإضافة اللون ديال السماء أي الأزرق، وندمجه مع الطبقة غيعطيني درجة أخرى رمادي بالأزرق كيف ما كتشوفوا. وكنحصل على طبقة أخرى كتبين لي تدرج لون الجبل اللي غادي نحصل عليه دائما بكل سهولة وسلاسة. وهذه العملية دائما يكون الطلاء باقي ما نشفش.
الآن اللون الأسود والأخضر، ولاحظوا درجة اللون. دائما هاد اللونين نحاول إما نضيف الأخضر أو الأسود، وعلى حسب الطبقة. ضفت الأسود كنقوي من اللون الأخضر، ضفت الأخضر كيبان اللون الأخضر خفيف. وغنحاول لتحت نوع اللون الأخضر لتحت في التلال، وغتشوفوا درجات اللون. الآن غنضيف على نفس الطبقة اللي درت اللون الأسود، بالتالي غنحصل على اللون الأخضر والأسود بدرجة أخرى كيف ما شفتوا الآن. ثم نبدل الطبقة الآن ما بين اللون الأول واللون الثاني، غنحصل على لون أخضر آخر. لاحظوا الدرجة ديال اللون الأخضر، غيكون تنوع قوي لتحت، وهذا هو المقصود. ثم غنجيب اللون الزيتي اللي درت فيه اللون الأصفر والأسود وشيء من الأخضر، أعطاها الطبقة أخضر زيتي رائع. غيضيف التنوع كذلك لتحت في المساحة ديال المنظر الطبيعي. نفس الطبقة غنضيفها لتحت للتلال، ونحاول ناخذ لها مساحة من اليسار إلى اليمين. ولاحظوا كيفاش الشكل ديالها، يعني جاية وكتنزل تدريجيا، لأن من بعد غتعرفوا الشكل الثلاثي ديالها. الآن درجة أخرى، لاحظوا دائما مع اللون الأخضر كنحاول نلعب بثلاثة الألوان، الأخضر والأزرق والأصفر. بطبيعة الحال كنضيف اللون الأبيض باش نخفف، ونحاول نعطي للون درجة أخرى. هالطبقة مغايرة على جميع الطبقات اللي درت، باش نكون تقريبا نهيت التنوع اللوني للون الأخضر ودرجات لون الظل. كيبقى لي اللون الفستقي اللي هو هذا الآن. ضفت طبقة اللون الأصفر قوية على الأخضر، أعطتني هذه الدرجة، ونكون بالتالي درت تنوع رائع للون الأخضر. ونبدأ الآن في الطريق، لون ترابي في اللون البنفسجي والأحمر والأصفر والأبيض كذلك، أعطاها الطبقة باش نلون لون الطريق. مع احترام للحدود ديال التخطيط ديالي بكل دقة، اللون نحاول نكرره دائما ونقويه باش يعطي لمعان ويبان في المنظر الطبيعي. ثم كتشوفوا كيفاش كيبان المنظر وكيفاش كيبان لون الطريق في المنظر. فرشاة دقيقة كتحدد لي دائما الدقة في التلوين. الآن بنفس الفرشاة، لاحظوا الفرشاة والشكل ديالها، غنحاول ندير تحديدات وتلوج في الجبل. ولاحظوا كيفاش كان نجيب الفرشاة وكيفاش كان وضع الفرشاة ورسم الموتيف ديالي ديال التلوج بجرات مسطحة. نحاول دائما بسلاسة، ونغني الجهة اليسرى باللون ديال التلوج. لاحظوا هذا اللون أبيض وترابي، لون أبيض وترابي باش يعطيني لون التلوج، ويبان التلوج دائما على الجهة اليسرى بالفرشاة وبالطرف ديال الفرشاة كيف ما كتشوفوا. طرف الفرشاة كيعطي هذا الموتيف رائع. نعاود نكرر العملية باش ندعم حتى اللون يبان اللون قوي على هذه الجهة، ويتحدد الثلج في الجبل. الضربات دائما كنكررها باش نحدد اللون ويبان اللون قوي كما قلت. الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض بنفس الطريقة، غادي نحاول نرسم عروق وتلوج دائبة، غتعطيني واحد الموتيف وروفلي وانعكاس في نفس الوقت. لاحظوا العملية ديال جر الفرشاة وكيفاش كنرسم العروق ديالي بكل سلاسة وليونة. نحاول دائما نرسم عروق ونجرها بشكل خفيف، وما نضغطش على الفرشاة، لأن هذه العملية هي اللي كتعطيني الموتيف ديال العروق. ثم نعاود نسطح الفرشاة من جديد باش تصنع لي موتيف آخر ديال الانعكاس ورفلي. لاحظوا العملية،
نحاول نغني المساحة اللي فيها الثلوج فقط. لاحظوا كيفاش كنلعب بالفرشات وكيفاش كنحاول نلمس بطرف ديال الفرشات باش نرسم عروق على الجهة اليمنى، وكل هذه المساحة اللي كتبان لكم مظلمة غادي نحاول نغنيها بهذا الشكل ديال العروق باش تبان ثلوج دائبة، وفي نفس الوقت راها تحديدات ديال الجبل. ثم نجيب اللون البرتقالي ونخففه بالأبيض ونضيف عليه البنفسجي ورسم هنا ضباب غيكون على مستوى سفح الجبل ما بين التلة والجبل، لون ضبابي غنحاول نديره في شكل سحب. لاحظوا الضربات ديال السحب تماما، ولكن كنرسم في ضباب الآن. ممكن ندير اللون الأبيض ولكن اللون ديال السحب السماء برتقالي، انعكاسهم دائما كيكون حاضر على الضباب اللي تحت الجبل مباشرة. نعود نكرر العملية ديال التلوين لأن اللون كيدعم وكيقوى وتبان حتى السحب الضبابية على هذا المستوى واضحة وبين. لاحظوا كيفاش كنبينها، ونعود نكرر اللون بضربات خفيفة ونحاول نزيكزاكي الضربات وندير واحد العشوائية خربشة كتعطيني الشكل ديال الضباب. لاحظوا ممكن كما قلت نضيف اللون الأبيض ثم نمشي للتلة الآن اللي درتها باللون الأسود والأخضر بنفس الفرشات. غنجيب اللون أخضر غامق شيئا ما درجة أخرى كدرجة التلة اللي كاينة تحت هذا الجبل أو هذه التلة ونديرها من الفوق كإضاءة. لاحظوا كيفاش كتعطي الشكل واللون، كيبين ليا التلة وشكل التلة. هذه بطبيعة الحال الطبقة الأولى ديال الإضاءة، من بعد غنضيف طبقات أخرى باش نغني لون الضوء في التلة وفي المنظر ككل. لاحظوا التوزيع ديال اللون الأخضر بالضبط فين المساحة لتحت كنخليها مظلمة والفوق كنحاول نعطي إضاءة. الآن غندير نضيف اللون الأصفر، اللون الأصفر غنضيفه على اللون الأخضر وغيعطيها الطبقة. لاحظوا لون تقريبا زيتي كنديره من الفوق، ولاحظوا الجرات ما كنضربش ضربات كندير جرات فقط لأن هذه المساحة كلها مضيئة وفيها مروج بعيدة ما كتبانش التفاصيل ديالها، بالتالي كتبان كتلة من المروج فوق جبل أو تلة. لاحظوا دائما التحديد ديالها كيبان وكتبان الشكل ديال المساحة. الآن اللون الأخضر تقريبا فستقي غنديرو تحت اللون مباشرة باش نغني المساحة ديال الظل ونعطيها مروج كذلك يبانو مروج من البعد، ونعطي للجبل الخضرة والمساحة ديال اللون الأخضر باش يبدا يبان تدريجيا. لاحظوا وما تنسوش أحبابي وانتم كتمتعوا بهذه التقنيات وهذه الضربات الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم. دائما مع اللون الأخضر لاحظوا الضربات ديال الفرشات. الآن راني غيرت الضربات كنضرب بضربات الفرشات باش ندير حشائش ومروج. لاحظوا كيفاش كنضرب ونعاود نكرر العملية. الآن غنضيف اللون الأسود والأخضر مرة أخرى باش ندير شجيرات وأشجار على مستوى هاد التلال اللي كاينين تحت المنظر الطبيعي باش نغني المنظر، يعطيني غنى لوني وغنى شكلي في نفس الوقت لأن المنظر الطبيعي خاصو يكون غني بالأشجار والورود. وخاصكم تعرفوا بأنني كنكتفي دائما بالقليل من الضربات باش ما نكثرش عليكم وتستافدوا في نفس الوقت لأن القليل مفيد. لاحظوا كيفاش كنرسم الأشجار صغيرة دائما كتناسب الأبعاد اللي مرسومة في المنظر الطبيعي من الزاوية ديال الرؤية ديال المنظر الطبيعي. كتبان الأشجار بعيدة لأن هذا منظر ببعد ثلاثي وكيبان
من زاوية بعيدة. اللون الأخضر مرة أخرى غنوزعه في شكل ديال الخطوط باش نزيد الغينة ديال العناصر في المنظر الطبيعي. لاحظوا، وهاد الطبقة ديال الأخضر راه طبقة مغايرة للطبقات الأخرى باش تغني ليا مساحة اللون وتغني ليا الشكل في المنظر الطبيعي. بطبيعة الحال هذه مروج زائدة وأشجار غتكون مدعمة المنظر الطبيعي. ولاحظوا العملية ديال رسم هاد الأشجار وهاد المروج بفرشاة الأنجولو، كيفاش كنحاول دائما نبني الشكل ديال هاد الأشجار والمروج اللي كتبان بعيدة. ولاحظوا يعني النفس اللي زادته المنظر الطبيعي بإضافة اللون والشكل ديال هاد الأشجار. هذا منظر كيبان من بعيد، ضروري خصو يكون بتفاصيل بعيدة وكتبان الأشجار داخلة في المروج. وحاول دائما نشابك الرابط بين الخطوط ديال اللون الأخضر في المنظر باش يعطي تنوع. ولاحظوا الدور اللي لعبوا اللون الأخضر والتنوع ديال اللون الأخضر في المنظر، عطى واحد الجمال. الآن غندير اللون الأصفر وغنضيف عليه شيء من اللون الأخضر باش يعطي لون زيتي، ونبدأ نوزع في الإضاءة في المنظر الطبيعي ككل بفرشاة الأنجولو. كنضرب ضربات خفيفة كتعطيني شكل ديال المروج مسطحة وبعيدة، وهاد الإضاءة راه غادا تغني لي المنظر بصفة نهائية ويبان الغنى اللوني وتبان الإضاءة كيف ما كيقولوا شاعلة في المنظر. لاحظوا اللون كيفاش غيعطي الإضافة للألوان الأخرى. دائما نضرب ضربات هنا وهناك، نوزع اللون بشكل منظم وخفيف. فرشاة الأنجولو كذلك مسطحة بضربات مسطحة باش نغني هذه المساحة المظلمة. وبإمكاني نضيف طبقات أخرى ولكن دائما أكتفي بطبقة أو اثنين باش تستافدوا، وفي نفس الوقت ما نتقلش الكاهل ديالكم بكثرة العمل والتقنيات. لاحظوا الفرشاة كيفاش غادي نحاول نجر اللون الأصفر باش نعطي مساحة للإضاءة في المروج. لاحظوا دائما بعملية جر فقط، ما نكترش من الضربات، جرة أو اثنان ثلاثة كيعطوني الموتيف فقط بدرجة خفيفة من اللون. ثم نضيف اللون الأصفر، لاحظوا اللون الأصفر اللي غيجي من فوق الألوان الأخرى غيغني طبقة اللون الأخضر في المنظر، كيبين ليا طرق ديال الحشائش والورود كيف ما كتشوفوا. المنظر ربيعي بامتياز كيعطي الجمال ويعطي اللون كذلك. لاحظوا دائما بالجر ديال الفرشاة، لاحظوا الضربات باش نعطي اللون ديال الإضاءة على مستوى التلال الجبلي اللي تحت الجبل مباشرة. لاحظوا هذا اللون الأصفر كيفاش عطى إضاءة للمنظر بقوة، بالتالي غادي نغني المنظر. ومع الحفاظ على مساحة الظل دائما باستثناء بعض اللون الأخضر اللي كيدخل في مساحة الظل، كذلك التلال اللي موازية للجبل الكبير ضروري خصني نعطيها إضاءة باش نحدد لها المعالم ديالها والتضاريس ديالها كذلك. وبنفس اللون، اللون الأخضر وعطى تنوع في المنظر وبانت طبقات اللون الأخضر. ولاحظوا المساحة اللي كنعطي فيها الإضاءة في هذا الجبل أو التلة، دائما الفوق كتبقى المساحة لتحت كلها مساحة الظل، كتنعكس الإضاءة دائما على ألوان الظل وكتخلق لي واحد الروفلي جميل رائع. ثم غندير اللون الأزرق، لون السماء مع شيء من الرمادي باش يعطيني كذلك انعكاس ديال الألوان على الطريق وتبان إضاءة وانعكاس هنا في الزاوية. نحاول الجوانب ديال الطريق كلها نملأ باللون لأنها معرضة لانعكاس ديال الألوان. لاحظوا نفس اللون غنحاول نعطيه
كذلك واحد المساحة في جنب الطريق الآخر، ثم نضيف اللون الأبيض كلسعات ضوئية على الطريق، نحاول نديره في الجوانب وندخله الوسط باش يبان اللون الأبيض، كذلك له مساحة في الطريق وتبان لي انعكاسات ضوئية، وحتى تضاريس بعد الطرق والمسالك الرقيقة اللي غتكون في المنظر. ثم نبدأ نوزع الآن في الإضاءة ديال اللون الأبيض والأصفر. لاحظوا كيفاش غننهي باللون الأبيض والأصفر الإضاءة في التلال في هذه المساحة المخضرة اللي كتشوفوا، وكيفاش غيعطيني اللون الأبيض والأصفر واحد الإضاءة للمنظر ككل، وتبان الجمالية ديال اللون الأبيض والأصفر. لاحظوا المساحة هنا، الأبيض دائما كيلعب دوره وكيعطي الحركة والبهجة للمنظر. ونوزعوا على المساحات اللي فيها اللون أخضر زيتي باش يكمل التدرج اللوني ويكمل الإضاءة، وهذه الإضاءة راه ناقصة رغم أن اللون الأصفر كاين. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش كيعطي الضوء وكيشكل الإضاءة في المنظر بخطوط وعروق. لاحظوا بفرشاة الأنجولو كنحاول دائما نغني هذه المساحات برسم مروج وعروق ديال الورود والحشائش. لاحظوا كيفاش كيبان وكتبان القوة ديالو في المنظر، رغم أنني غندير مساحات قليلة غيبان بقوة. غنجيب فرشاة المروحة نختم بها، لأن فرشاة المروحة كتعطيني ضربات دقيقة. لاحظوا هنا ولاحظوا المساحات اللي غنوزع به فرشاة المروحة وكيفاش غتحدد لي مساحة الإضاءة في المنظر الطبيعي بخطوط وعروق. كنتمنى من الله تكون الحلقة عجبتكم والمنظر كذلك، واستفدتم من التقنيات. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.